الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل. أول طائر النهاردة هذا الطائر العجيب كل همه يعني شو يشبه الحمامة إلى حد كبير، كل همه إنه يرضي زوجته، بيحبها وبيلطفها وهي واقفة منتظرة هداياه. إيه الهدايا دي؟ هما الاتنين بيحبوا الأشياء اللي لونها أزرق، وده حاجة عجيبة سبحان الله العظيم. شوف هي طارت وبعدت عنه فهو عايز يرضيها، فراح جاب لها كل حاجة زرقة حواليه، جاب لها غطا زجاجة المية وجاب لها الشفاطات، ادي ما كفاش شفاطة واحدة راح جاب لها اتنين، وعمال يرضيها ويحاول يسترضيها بأي شكل، جاب كل حاجة زرقة حواليه وإقلام الناس والتتينة بتاعت الأطفال، وراح جايب لها كمان يعني شوف عربية واقفة مفتاحها متعلق في مدلة لونها أزرق جابها، وحتى فرشة أسنان وحاجة. عجيب عجيب إنه بيسترضيها وبيلطفها بكل هذه الهدايا، كل دي طبعا جواهر بالنسبة لها يعني. والتانية إنه بيلطفها، إنه لطيف وبيسترضيها وبيحاول إنه يعني يدخل على قلبها السرور. طائر تاني عجيب جدا هو طائرنا اللي احنا شايفينه ده دلوقتي، هو يعني ايه قد يكون احد فصائل الهدهد. الطائر ده عجيب في ايه؟ في انه بيجري اسرع ما بيطير. هذا الطائر سريع جدا على رجليه، لو جري على رجليه بيجري بسرعة جدا سبحان الله. شوف ازاي هم بيجروا بدراجات بخارية وهو بيجري على رجليه، وهتشوفوا من اللي هيسبق دلوقتي. شوفوا ازاي سبحان الله العظيم، شوفوا ازاي سبقهم فعلا ووصل قبلهم. شوفوا ازاي سبحان الله العظيم، هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. شوفوا ازاي سريع جدا سبحان الله العظيم. هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل في خلق البارئ.